10 عادات لو بدأتي تعمليهم من دلوقتي مع بداية السنة الجديدة، أنا أؤكد لك على نهاية السنة دي هتكوني الـ best version of you. أول عادة هتكلم عنها وهي الصحيان بدري. صراحة اتكلمت عنها قبل كده في فيديوهات كتيرة جدا في سلسلة حلقات دردشة بنات. ليه أصحى بدري؟ لأن بتحسي إن أنت عندك وقت أكتر إن أنت تنجزي على مدار اليوم، خاصة إن في أول فترة في الصبح بتبقي very productive جدا، بيبقى كله بيبقى نايم، بيبقى عندك وقت خاص بيكي ان انت تركزي على نفسك وتبدأي تعملي السكيدول بتاعك بالشكل الصحيح. اول حاجة انا يعني التزمت بيها بالصحيان بدري، عملت تركة مهمة جدا، ان انا قبل ما نام بسيب الستائر مفتوحة، لان لما بسيب الستائر مفتوحة مع الشمس لما بتطلع سلولي كده براحة، انت بتصحي مع السن رايز بشكل طبيعي، مش بيحتاج ان انت تحطي الالارم قبل ما تصحي قبل ما تنامي عشان تصحي على صوت مزعج. انا كمان حتى يعني انا ساعات بحط الالارم عادي لما عارفه ان انا ببقى تعبانه وممكن ما اصحاش بدري، بس زي ما قلت لكم بسيب الستائر مفتوح عشان الضوء النهاري اصحى معاه بشكل طبيعي. وكمان احس ان انا حتى مش محتاجه الارم، لان قبل ما الالارم حتى يرن انا بكون صحي قبليه بخمس عشر دقايق، بتبقى الساعه البيولوجيه بتاعتك بتبقى اعتادت على الصحيان بدري، فبتلاقيكي بشكل طبيعي بتصحي بدري، فبتحسي في بركه في اليوم ان انت تنجزي وتعملي حاجات كتير على مدار اليوم. تاني عاده هتشجعك ان انت تبقي انسانه بروداكتيف وموتيفيتد، ان انت اول ما تصحي من النوم ترتبي السرير بتاعك، يعني كلير سبيس كلير مايند. لما بترتبي سريرك بتحسي ان الدنيا رايقه حواليكي كده، زي ما بتروحي تذاكري على المكتب او تقعدي تشتغلي على المكتب بتاعك، احسن حاجه ان انت يكون المكتب بتاعك مترتب متهندم، ده بيديكي كده سلام داخلي واحساس ان افكارك مترتبه وبتحسي ان الدنيا كده حواليكي بيس. فاهم حاجه ان احنا نشتغل على السلام الداخلي بتاعنا والسلام العقلي طبعا، فالنظافه والترتيب ده شيء اساسي لا غنى عنه. تالت حاجة أول ما تصحي من النوم تعمليها إن أنت تشربي مية دافية، ويا سلام بقى لو حطيتي عليها عصرة ليمون كده مع شوية كركم مع شوية فلفل أسود، لأن الجسم عشان يمتص الكركم محتاج معاه شوية فلفل، سواء بقى فلفل أبيض أحمر أو أسمر، أو في بيبقى فيه كونتينرز كده بيبقى فيها التلاتة مع بعض، بتحطي رشة مع الكركم وتشربيها، ده كده أنت يا سلام يعني جهاز المناعة بتاعك هيشكرك وبيحميكي طبعا من نزلات البرد وأي حاجة. يعني أنا فترة فيها كنت تعبانة شوية بس كان جسمي قوي، لأن أنا دايما بشرب ليمون الصبح وباخد جينجر على مدار اليوم، وكمان بحط الكركم، بحرص إن أنا كل يوم على الأقل لازم يكون يعني ربع معلقه صغيره من الكركم مع رشه فلفل، ده بيقوي جهاز المناعه بتاعك. كمان ان انت بتصحي الجهاز الهضمي بتاعك بشكل طبيعي بشكل صحي، مش تشربي قهوه كده اول ما تصحي من النوم، لا حاجه دافيه تنشط الجهاز الهضمي بتاعك، كمان بتخلص الجسم من السموم. رابع حاجه حابه اتكلم عنها، اخري القهوه على قد ما تقدري، مش اول ما نصحى من النوم نشرب كوبايه قهوه بلاك او كوبايه قهوه بالملك باللبن اول ما نصحى من النوم. انت تخيلي كده ان انت نايمه حد بيصحيكي، لا احنا مش عايزين نصحي جسمنا بالشكل العصبي ده، احنا قلنا احنا بنبدا يومنا بشكل بسيط بطيء، يعني بنمشي مع رتم جسمنا بشكل هادي. صدقيني لما بتبقي هاديه على طول على مدار اليوم مفيش انكزايتي، مفيش ان انت متوتره، بتلاقي كل حاجه بتنجزيها بشكل بسهوله جدا. فالابحاث قالت يفضل لو انت من الكوفي لافر زيي، انا بحب البلاك كوفي جدا بس دايما بشربها يعني باخرها للظهر او على الاقل بعد الصحيان بساعتين. طيب لو انت من الاشخاص اللي بتحب الكافيين اول ما تصحى من النوم، عندك خيارين. اول خيار ان انت تشربي الماتشا مع حليب اللوز او حليب جوز الهند او حليب اللوز او whatever نوع اللبن اللي انت بتحبيه، بس انا يعني من الاشخاص اللي دايما بحب اخر يعني الفطار او اي حاجه فيها كالوريز، عشان بحب دايما يعني اعمل من 3 ل 4 ايام خلال الاسبوع بعمل صيام متقطع. فالناس معظمها بتشرب الماتشا بلبن، فاللبن هيديكي شويه كالوري فهتكوني يعني كسرتي دايره الانترميتنت فاستنج. فتاني اوبشن ارجحهولك وهو شاي المتا او شرب المتا، ده هو يعني حاجه لاتينو كده مشروب زي اعشاب
بتحطيها في ميه مغليه وتشربيها، بصراحه يعني جباره، وبتساعد في حرق الدهون وبتساعد في تنظيف الجسم، وكمان بتديكي دوز حلوه من الكافيين لان هي عاليه جدا في الكافيين، وكمان حاجه سخنه دافيه تشربيها الصبح بشكل طبيعي. فارشح لك المادة تبداي بيها يومك كدوز من الكافيين. خامس حاجه الزين تايم بتاعي، المكان اللي بحس كده ان انا يعني برتب نفسي جوه نفسي، زي ما اتكلمنا قبل كده في حلقات كتير ان اهميه الجورنالينج والميديتيشن والبريس تكنيك، ان انا اعمل تمارين التنفس دي الصبح مهمه جدا، لان احنا على مدار اليوم بيبقى يعني مسحولين بننسى نتنفس بشكل صحيح. انتوا متخيلين الرئه بتاعتنا كبيره جدا، احنا بنتنفس تلت حجم الرئه او ربع حجم الرئه. لا، عايزاكي اول ما تصحي من النوم تمارسي تمارين التنفس، تاخدي نفس. حتى لو انت ما عندكش اي فكره ايه هي تمارين التنفس، دايما في اليوجا بندرسها، وانا بدرسها دايما اونلاين او ببدا فيها في جلسات اليوجا بتاعتي. اول سيشن بتاعتي لازم ادرب البنات اللي بيتدربوا معايا تمارين التنفس، وفي كذا تكنيك، في تكنيك لان هو يهدي العقل، وفي تكنيك ان هو يساعد على تخسيس منطقه البطن، وفي تكنيك بيساعد ان هو يديكي انرجي، في تكنيك بيخلص العقل من الافكار الشريره. ففي تكنيكس كتيره جدا للتنفس. فطبعا خامس حاجه لازم تحافظي على السلام الداخلي بتاعك او السلام العقلي او السلام اللي حواليك، يعني ما عارفين الهاله اللي بتبقى حوالينا كده ان احنا قاعدين ساكتين. فطبعا اول يعني انا بطبق قاعدة 10 دقايق اول ما اصحى من النوم، فيه 10 دقايق للجورنالينج، 10 دقايق للميديتيشن، 10 دقايق تمارين تنفس، و10 دقايق قراية كتاب، عشان يعني صح زي ما انت بتصحصحي جهازك الهضمي بحاجة دافية، احنا كمان محتاجين نصحصح عقلنا بمعلومات هادية كده، حاجة خفيفة يعني ما تبقاش حاجة دراما او فيكشن او خيالية، لا يعني ندخل عقلنا معلومات كده حلوة. ايه عن اليوجا؟ اليوجا حلوة جدا، يعني كتب اليوجا حلوة جدا ان انت تقري فيها، لانها ميزة اليوجا ان هي بتفهمي جسمك، طبيعة جسمك، تعرفي جسمك طبيعته ايه، تاكلي ايه تبع طبيعة جسمك. وقريبا هنزل لكم بوكلت عن ازاي تاكلي وتخسي على حسب طبيعة جسمك. طبعا لازم انت محتاجة، يعني في ناس كتير ما تعرفش ايه هي طبيعة الجسم، سواء طبيعة نارية او هوائية او ترابية، فانت بتعرفي ايه طبيعة جسمك وبتاكلي وتختاري مكونات الاكل على حسب طبيعة جسمك، مش بتحرمي نفسك من الاكل كتير، بتاكلي الاكل اللي يناسب جسمك، فبتحسي ان انت بتفقدي وزن بشكل طبيعي. سادس حاجة هي خلاص عملنا الروتين بتاعنا الصباحي، ابدا بقى اشتغل. فعشان احط نفسي في مود الشغل ابدا اغير هدومي، غيري البيجاما او غيري اللبس اللي انت نمتي بيه، ما تبقيش طول اليوم بنفس اللبس. ابدأي، انا من الاشخاص اللي بحب امارس يوجا او العب رياضة اول ما بصحى من النوم، فبحط نفسي على طول اول ما بدخل الحمام واغسل اسناني وصرح شعري واعمل الروتين الصباحي بتاعي بلبس لبس اليوجا على طول. انت سواء انت بتحب تعمل يوجا الصبح او تمارسي تمارين الصبح او بعد الظهر، لازم تغيري ملابسك لحاجة تخليكي اكتف ويتخليكي في المود ان احنا نبدأ يومنا، ان هو ده خلاص دي ساعة الشغل. فتلاقي كل يوم كده يعني يوم انت عايزه تلبسي لبس سبورتيف، يوم عايزه تلبسي جينز، يوم عايزه تلبسي شورت، حاجه كاجوال، حاجه غيري وخليكي غريبه في تغيير، يعني ما تبقيش روتينيه. يعني الروتين حلو ان انت تبقي عندك روتين كل يوم، بس في قلب الروتين او جوه الروتين غيري. يعني انا بحب اغير في ستايل اللبس شويه عشان ما ازهقش وبحسش ان انا يعني مضغوط عليا في بريشر بين الروتين اللي انا بعمله كل يوم، فبحب اعمل حاجه مجنونه في اليوم. يعني ساعات يعني بدل ما اعمل يوجا كل يوم ساعات باخرها لبعد الظهر، ساعات بعملها بعد الساعه 5. فغيري يعني خلي الروتين بتاعك هو القلب بتاع الروتين بتاعك هو الاساس، بس غيري المواعيد على مدار اليوم، ده بيخليكي كده يعني في المود ان انت بتعملي حاجات جديده كل يوم. سابع حاجه، وطبعا ان انت بقالك 8 ساعات نايمه او 7 ساعات نايمه، ودايما بننصح بان احنا ننام على الاقل 7 ساعات خاصه للسيدات او البنات، فانت بقالك 8 ساعات جسمك محطوط على السرير. فطبعا اول ما تصحي من النوم يفضل ان انت تمارسي، اعملي شويه ستريتشات، مش بقول حاجه قاسيه او حاجه قويه او روحي جيم شيلي حديد، لا اعملي شويه ستريتشات، موفمنت بسيطه، اطلعي تمشي في الشمس، اطلعي تمشي قصاد البحر، اطلعي تمشي في الجنينه القريبه من بيتك، خدي لفه حوالين البيت وارجعي، ده بيصحصح العقل وبيصحصح الجسم كده، يعني كاننا بنزيت المفاصل بتاعه الجسم، ده مهم جدا.
جدا ان احنا نعمل حركة على الاقل 10 دقايق كل يوم اول ما نصحى من النوم. ده يعني بينشط الجسم والعقل ويديكي كده، يعني بتحسي ان انت لما بتخرجي بره في الشارع، بس ما تعمليش حاجة قوية طبعا، بتحسي ان انت صحصحتي جسمك بشكل طبيعي. ده يعتبر نوع تاني من الكافيين، ان انت بتصحصحي نفسك وجسمك، وبتحسي ان انت كمان ايه شحنتي جسمك بطاقة الطبيعة. يعني خاصة لو في ناس عايشة بعيدة عن الطبيعة شوية، دي التركة، يعني ان انت تشوفي اقرب جنينة ليكي وتتمشي فيها او اقرب مكان بتحسي ان هو طبيعي اتمشي حواليه ورجعي البيت، عشان نبتدأ نعمل تامن حاجة نحضر الفطار. سواء انت بتعملي intermittent fasting او ما بتعمليش، انا من الاشخاص اللي ببدأ اول وجبة ليا من بعد الساعة 10، وبحاول الوجبة اللي قبلها يعني من اليوم اللي قبلها بيكون اخر وجبة ليا ما بين 6 و7. بعد 7 ما بحبش اكل اي حاجة، فحسيت بطني مرتاحة اكتر. حسيت ان انا لما بقعد فترات ساعات كتيرة جدا في النص كده ما باكلش، بطني بترتاح. فطبيعي زي ما انت بتعملي اكسرسايز وبتاخدي راحة يوم راحة، بطنك محتاجة عدد ساعات من الراحة. فدايما يعني حاولي ان انت تعملي على الاقل من 3-4 ايام في الاسبوع intermittent fasting، صيام متقطع من 12 ل 18 ساعة لغاية 20 ساعة زي ما انت بتحبي. بس حتى في الايام اللي انت ما تعمليش فيها intermittent fasting، ممكن يعني حاولي تخلي فيه كده 12 ساعة ما فيهاش اكل، يعني نحترم نفسنا شوية، نقلل يعني كمية الاكل اللي احنا بناكلها، ما ناكلش عمال على بطال. خلي عندنا awareness بكمية الاكل اللي بندخلها جسمنا وبعد والساعات والوقت، مش اي وقت كده عمالين ناكل. ف يعني خلينا نبقى mindful جدا في عدد في وجباتنا والمكونات اللي بندخلها او الاكل اللي احنا بندخله جسمنا. تامن حاجة ان احنا نبتدي اليوم بوجبة صحية مليانة بالبروتين. فطبعا البيض من احسن الحاجات للفطار، بس على حسب الابحاث قالت ان احنا بنبتدي الوجبة بتاعتنا بنوع من انواع السلطة البسيطة، ودايما مش بحب احط كذا نوع سلطة، يعني كذا نوع خضار في طبق السلطة، لان حسيت ان ده بيكركب لي بطني، وكمان كذا نوع من الخضار في طبق السلطة، يعني كل خضار لي عدد ساعات من الهضم مختلفة. ف يعني مثلا الطماطم من النوع اللي هي جوسي قوي، فالدايجيشن بتاعها بيبقى سهل بس بتتخمر في البطن كتير. الخيار مختلف، فاكتشف يعني حبيت ان انا بعمل مثلا على الفطار نوع واحد من الخضار. يعني الصبح بحب دايما اخد الخيار لان بيبقى قليل جدا في السعرات الحراريه، كمان غني بال يعني مليان بالميه، والفايبرز حلوه كتير جدا فبيشبع وبيملي البطن. تاني حاجه ببتدي بعد الخضار بتاعي باكل مثلا بيضتين، لان حلو ان احنا نبدا الوجبه بتاعتنا بالبروتين. تالت حاجه بنخلي الكربوهيدرات في الاخر، لان لما بنخلي الكاربس في الاخر سكر الدم ما بيعلاش في الدم بشكل مفاجئ، بيعلى بشكل سلولي. وكمان قالوا ان احنا بنخلي الكربوهيدرات في اخر الوجبه ان السكر الدم يعني لو احنا خدناها في اول وجبه هيبقى كده، لكن لو خلينا الكربوهيدرات بعد الخضار والبروتين بيبقى قليل ارتفاع سكر الدم، بيبقى يعني مش نفس الكمية لو احنا بدأنا الوجبة بكربوهيدرات. وتاني بوينت حابة اتكلم عنها في الموضوع ده، انا من الاشخاص اللي بحب اعمل ميل بريب او ميل بريبريشن، ان انا بحضر وجبات اليوم مع وجبة الفطار. عارفة ان انا الساعة مثلا انا الفطار بتاعي الساعة 10، عارفة الساعة 1 كده هبقى جعانة شوية فباكل حاجة زي لانش او برانش خفيف، وعارفة الساعة 5-6 ببقى جعانة عايزة اكل حاجة تانية، بس حاجة كبيرة بقى كوجبة كبيرة تصمدني او تساعدني ان انا ابطل، يعني تبقى اخر وجبة لليوم وتكمل معايا لتاني يوم. فانا من الاشخاص مع وجبة الفطار بحضر وجبات اليوم عشان ابرمج عقلي انا هاكل ايه على مدار اليوم. فاكتشفت لما انا عملت التركة دي كمان ان انا ما بكرفش حاجات كتير، او اللي هو مثلا لو انت تخيلي مثلا انت عارفة ان انت حضرتي العشاء بتاعك هيبقى صدور فراخ مثلا وطبق سلطة صغير جنبه وشوية رز مثلا، او طبق سلطة وخلاص، فهتلاقي ان انت لما بتبرمجي عقلك مع اول اليوم ان انت هتتعشي صدور فراخ، خلاص بتحس ان عقلك ما بيطلبش حاجات تانية. وكمان ميزة ان انت بتحضري وجبات اليوم في اول النهار، ان انت لو حصل عندك اي مشوار مفاجئ تقدري تاخدي الوجبة معاكي في الشنطة، بحيث ان انت ما تاكليش اي حاجة من برا البيت لما بتجوعي. فانا من الاشخاص اللي انا اي مكان بروحه بيبقى معايا اكلي، عارفة لو انا مثلا عندي مشوار الظهر فباخد وجبة العشاء
الغداء معايا وانا ماشيه، عشان ابقى مش متوقعه انا عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. فده ساعدني كتير جدا ان انا انقص وزن، وان انا احافظ على وزني، وان انا ابني عضل، وان انا انزل من الفاتس. وكمان خلي في شنطتك دايما سناكس مالح وحلو، حاجات بشكل صحي، عشان لو حسيتي ان انتي كريفنج حاجه سويت يبقى معاكي في شنطتك، لو اشتهيتي حاجه مملحه يبقى برضو معاكي في شنطتك، فما تروحيش تشتري شيبسي وبيبسي وشوكولاتات مليانه سكر، فبالتالي بتكوني على نظام غذائي صحي ماشي معاكي ومرتاحه. يعني هو الفكره ان انتي بتريحي عقلك من الحاصل هاكل ايه ومش هاكل ايه، طب لو طلعت بره مفيش اكل صحي، لا، فانتي بتكوني قفلتي على نفسك اي ده سبب ان انتي تروحي تاكلي حاجه مش صحيه. رقم 9، وان احنا اتكلمت عنها في الحلقه اللي فاتت، التايم بلوكينج، ان انا اول ما بصحى من النوم او يفضل في الليله قبل ما انام ببقى عامله تايم بلوكينج، عارفه ان من الساعه 10 للساعه 2 ده وقت الشغل بتاعي، 4 ساعات بديهم للسوشيال ميديا، بعد كده من 2 ل 3 باخد مثلا بريك، بعد كده برجع اشتغل تاني من 3 ل 5، و5 بروح اتمشى شويه اشوف السانسيت، اتمشى وسط الطبيعه، انزل البحر، اعمل اي اكتيفيتي فيها حركه عشان اختم اليوم بحركه، لان طبعا انا ابتديت اليوم بحركه، لان انا اول ما بصحى من النوم بعمل يوجا، بمارس يوجا لنفسي، بعد كده بدرب البنات يوجا اونلاين، واللي حابب يشترك معايا هتلاقوا في لينك على الانستجرام سايبه لكم، تقدروا تحجزوا معايا سيشن يوجا اونلاين. صراحه اليوجا غيرت لي عقلي زي قبل ما اتغير لي جسمي، واحنا كمان في الزمن اللي احنا الحالي ده احنا محتاجين نغير عقلنا قبل ما نغير جسمنا، لان لما بتغيري جسمك سوري لما بتغيري عقلك المايند سيت بتاعتك كل حاجه بتتغير بشكل اسهل وايسر واسرع. فاليوجا بصراحة هي لايف ستايل جميل جدا. فالتايم بلوكينج خلاني يساعدني ان انا انجز اي حاجة على التودو ليست بتاعتي بنجزها، بحب قوي احساس ان انا اتشيك على التاسكات اللي انا كاتباها على الورقة اللي انا مفروض هحققها النهاردة. فالتايم بلوكينج بيمنع عنك ان انت تعملي بروكاستينيشن، ان انت تمطلي لا انا هخليها بعد ساعة بعد، لا خلاص هي الساعة 10 دقت، الساعة 10 ابتدي التاسك بتاعت الساعة 10، دقت الساعة 1 ابتدي التاسك بتاعت الساعة 1، دقت الساعة 5 ابتدي التاسك بتاعت الساعة 5، اي حاجة تانية. وكمان ايه يعني إيه مش يعني انا من الاشخاص اللي بعمل مالتي تاسكينج، وبحاول ان انا مبقاش مالتي تاسكينج، لان الابحاث برضو قالت مفيش دي كذبة ان انت تركزي في 15 حاجات في نفس الوقت، ده مش صح. فتعملي تايم بلوكينج مع ان انت ما تبقيش مالتي تاسكينج دي حاجة حلوة جدا، هتحسي ان انت على مدار اليوم تعملي انجازات كتيرة جدا، وان انت في اخر اليوم لما بتعملي سمري كده تركزي انت عملتي ايه على مدار اليوم، بتقولي انا انجزت كتير النهارده. رقم 10 هي ورك ورك ورك. وقت الشغل دايما يعني يفضل ان انت تاخدي بريك ما بين، يعني يفضل كل 50 دقيقه لو انت بتذاكري طالبه، كل 50 دقيقه كمشية 10 دقائق حوالين البيت، اطلعي من البيت اطلعي من الاوضه بس. يعني انا عارفه لو انت طالبه بتذاكري او بتدرسي هتحتاجي تاكلي حاجه في النص فايتس اوكي، لكن لو انت واحده بتشتغلي من البيت او بتشتغلي حتى في الشغل انزلي تمشي حوالين الشغل، لو انت بتشتغلي من البيت اشتغلي انزلي تمشي حوالين البيت، ما تروحيش المطبخ. يعني احنا قلنا نعمل تايم بلوكينج، ومن الحاجات دي كمان ان احنا نبقى عارفين احنا هناكل الساعه كام، زي ما قلت لكم بتاخدوا اللانش بوكس بتاعتكم او بتاخدوا الدينر بوكس بتاعتكم وريفر يو جو في اي مكان انت بتروحيه، عشان ما يبقاش عندك حاجه ان تاكلي اكل ان هيلثي من بره. فاحنا عارفين الساعه 1 ده ميعاد اللانش بتاعنا، الساعه 5 6 ده ميعاد الدينر بتاعنا. خلي دايما البريك بتاعك ما بين يعني انا من الاشخاص اللي باخد كل ساعه ونص بريك اتمشى حوالين البيت، اروح بس عشان ابقى اونست معاكم بعمل حاجه في للبيت، يعني بكون برتب حاجه بظبط حاجه، بس ده بيرضيني وبخليني اوكي، لان انا من الاشخاص الاكتيف جدا، الصبح بجري من 3 ل 5 كيلو وبلعب يوجا وجيم كل يوم، عشان انا يعني اللي متابعني من فتره عارف ان انا فول تايم ترافلر، ف انا معايا عده الجيم بتاعتي، مش محتاجه ان انا اروح الجيم، معايا الويتس بتاعتي، معايا اليوجا، الحاجات اللي انا بحتاجها لليوجا، وعندي ان انا ميزه ان انا ساكنه وسط الطبيعه، فبقدر اجري على البحر، اجري على في الشارع عادي مفيش مشكله، بس لازم اعمل التاسك بتاعتي الفيتنس بتاعتي اللي انا الجولز بتاعتي الفيتنس بتاعتي اللي انا حطاها، فعندي خطه ليها فماشي عليها. فكل حاجه احنا يعني
بنحطها اون تايم اون سكيدول، لازم تكون اون تايم ولازم نكون كوميتد بيها، واعرفوا ان اي حاجه اي هدف في الحياه انت بتحلمي تحققيه مفيش حاجه اسمها مستحيل، انت تقدري تحققي. في ناس كتير حققت المستحيل، يعني احنا دلوقتي عندنا الكهرباء توماس اديسون يعني عمل محاولات فشل كتير جدا عشان يوصل للمصباح الكهربي، ودلوقتي احنا عايشين في الكهرباء بسبب فضله. فما فيش حاجه اسمها مستحيل، انت تقدري تحققي كل حاجه، بس مع يكون عندك خطه. طبعا اللي يكون عندك حلم وهدف لازم يكون عندك خطه للهدف او الحلم اللي انت عايزه تحققيه، والاهم عاملين تانيين الكوميتمنت والديديكيشن، ان انت تكوني ملتزمه بالخطه بتاعتك اللي انت حطاها عشان توصلي للهدف والحلم بتاعك، وان انت تكوني ملتزمه بيها وعندك اصرار وعزيمه ان انت تحققي الهدف والحلم ده. كنت عملت لكم فيديو قبل كده عن المانيفستيشن، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. ودي كانت حلقه النهارده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تشاركوه لكل اصحابك عشان كلنا نستفيد ونكبر مع بعضنا. وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام، دايما بسيب لكم لينك على الانستغرام تقدروا تتواصلوا معايا وتحجزوا فيديو كله، لو حابين تتكلموا معايا 1-to-1 نتكلم وندردش عن تفاصيل الحياه، ازاي انا حولت حياتي من انسانه بسيطه جدا ما كنتش عارفه يعني احقق اي حاجه في حياتي، دلوقتي ما شاء الله عليا، وان شاء الله ما شاء الله عليكم ان انتوا تحققوا كل احلامكم. فانا هنا عشان اساعدكم ان انتوا تحققوا احلامكم زي ما انا بحقق احلامي. وما تنسوش تتابعوني على الانستغرام، لاني دايما بنزل لكم ستوريز جميله عن حياتي في السفر او اللايف ستايل بتاعي، واشوفكم فيديو جديد. باي باي.